السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوتي الكرام. نتكلم عن الصلاة. نعم، نتكلم عن الصلاة. هل كل صلاة يقبلها الله أم هناك صلاة وشروطها؟ نعم، أكيد إن أول ما يحاسب الله العبد عليه يوم القيامة هي الصلاة. فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، معناها إذا صلحت الصلاة مش كل صلاة. وإن فسدت صلاته قد تفسد الصلاة، فأي صلاة قد تفسد وأي صلاة قد تصلح؟ نعم، فإن فسد الصلاة فسد سائر عمله. طيب، هاي الصلاة اللي بتركض عليها للمسجد إذا ما فيهاش أخلاق، الناس بهمهاش صلاتك. أنا طبعا بحب إنك تصلي ما شاء الله، لكن إذا أنت جاري وتؤذيني بهمنيش صلاتك، بهمني أخلاقك. وهذا الذي يهم الله، هذا اللي بهم الله، إنه صلاة بدون أخلاق لا يريدها الله منك، ما بيقبلهاش، لا ترفع فوق رأسك. صلاة بدون أخلاق، يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، هي بتصلي وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. صلاة بدون أخلاق ترميها وين بدك، ارميها وين بدك، بل سيحاسبك الله ويعاقبك الله على أدائي، على حركاتي، هذه الحركات التي حركت نفسك فيها وأنت تسيء الأدب إلى الله. حديث المفلس، هذا الذي صلى وصام وحج وزكى وعمل من الخير الكثير، لكنه أخلاقه سمحت له إنه يسب هذا ويشتم هذا ويأكل مال هذا ويسفك دم هذا، فماذا فعل الله فيه؟ بالآخر أكبه الله في النار. هذا الذي يصلي وإذا خال في محارم الله انتهكها، هذا كمان يكبه الله في النار ويجعل أعماله هباء منثورا. إذا مش كل صلاة، حتى لو وقفت بالصف الأول في الصلاة، حتى لو وقفت بالصف الأول في الصلاة في المسجد وأنت تركض للصلاة، وأخلاقك التي تهم الناس بهم أخلاقك أكثر من صلاتك، أكثر من كل عبادتك، ألا تؤذي الناس، وهذا الذي يريده الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بدك تؤمر بالمعروف، المعروف أن ترد الحقوق ولا تأكلها، المعروف أن تصل، أن تحافظ على جارك، ليس منا من لم يأمن جاره منه بوائقه، هكذا أظن أنه الحديث. نعم، أخلاقك هذا الذي يهم الناس، كمان هو يهم الله، يهم الناس بأخلاقك. أنا معاملتي معك أخلاقك، أنا ما بهمنيش بتصلي بتصوم وشو بتحس، بتحب تحج كم مرة بتحج، أنا بهمني إذا تعاملت معك إني أجد فيك الأخلاق الطيبة، مش إنسان حقود حسود كاره باغض، إنسان يعني من خشيه الناس لشره. يعني أنت إنسان شراني وبتصلي، بقول لك الله بقول لك الرسول عليه السلام، هذا من خشيه الناس لشره فليتبوأ مقعده من النار. نعم، إذن مش كل صلاة الله يقبلها منا، لأن الله جل في علاه يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كمل الآيات، أنا مش حافظها صراحة عشان أكملها، بس عشان تعرف إنه مش كل صلاة، هناك صلوات تلف وترمى في وجه صاحبها. وفي حديث للرسول عليه السلام، ليس للمرء من صلاته إلا ما أدرك. يعني كمان الخشوع طبعا يأتي بقلة الذنوب، بسبب قلة الذنوب. نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي صلاته لا تنهى عن فحشاء ومنكر بده يبحث على الخلل. فأفضل إنك أنت تجتهد على ترك الذنوب، أفضل لك، لأنه كل عبادي ليس فيها ثمرة فهناك خلل في من يؤدي هذه العبادة. كل عبادة لها هدف في هذه الدنيا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، الاستغفار يأتي بالأرزاق، يأتي بالأموال، يأتي بالأمطار، يأتي بالقوة، يأتي بالصحة، يأتي كل عبادة لها ما لها.
بس حبيت أبين لك إنك تتفقد نفسك مع الصلاة، تتفقد نفسك إن الله يعني كما يهم الناس أخلاقك يهم الله أخلاقك. فإنسان مصلي مع أخلاق يندى لها الجبين لا يريده الله، لن تأتي لك بثمار، بل سيحول الله عليك يوبال. نعم، عشان أنت وكأنك بتمثل إنك تعرف الله. اللي بيعرف الله بيعرف أوامر الله وبيعرف نواهي الله، فأنت هي خير لك من أن تلقى الله بهذه الصلاة التي شوف حالك أنت، أوضاعك، شوف أنت أحوالك، كيف أنت أحوالك، نعم، ديونك، همومك، كربك، أمورك معطلة، هذه هي الصلاة. نعم، هذه هي الصلاة. إذا الصلاة لم تحدث لك فارقا في حياتك فاعلم أن صلاتك فيها خلل. إذا صلاتك ما أحدث فارق في حياتك، يعني بدأت تشعر في القرب، كل عبادي لا تشعر فيها في القرب من الله، تعلم أنك في خلل. فأكبر خلل هو الأخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصلت؟ صلاتك لا إلك، لكن الله لا يقبل صلاة، يعني بالنسبة للناس، صلاتك لا إلك، عبادتك لا إلك، لكن بالنسبة الناس بهمها أخلاقك. وصلاتك بالنسبة لله، صلاتك بدون أخلاقك لا تساوي شيء، لا تساوي شيء عند الله. صلاتك بدون أخلاق لا تساوي شيء عند الله، بل هي وبال عليك. وبالنسبة للناس أهم شيء أخلاقك، فحاول إنك تكون على خلق حسن، تجتهد قدر المستطاع. أسأل الله إنه غير واقعك وتكسب رضا الله وتكسب رضا الناس. الله يريدك أن تكسب رضا الله وتكسب رضا الناس بهذه الأخلاق، ستكون محب للناس، الناس بتحبك، انت بتحب الناس، اذا اخلاقك سامية وطيبة ومليحة. فبهذه الاخلاق ممكن انك انت تنفع من حولك. هذه الاخلاق، صلاة بدون اخلاق كبها، ارميها في البحر، بالواد، وين بدك ارميها، لن تنفعك، والله لن تنفعك. وهكذا تفقد نفسك. وفي حديث عشان بس أفهمك إياته: يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي غفرت لك ولا أبالي. هذا إذا أنت لم ترد فضل الله عليك لنفسك، وإن أنت لم تشرك بالله وتظن أنه في حدا بيقدر يحرك ساكن في هذه الدنيا. نعم، لكننا إحنا نشرك بالله بالليل والنهار. نعم، نحن ننسب فضل الله لأنفسنا، نحن نظن أنه القوى الكبرى هي التي تتحكم في الدنيا، وما عرفنا إن الله هو الذي يسلطهم علينا. فلازم أنت تعرف كيف تتعامل مع الله جل في علا عشان لا تشرك بالله، لأنه قال لك: لئن جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي، لكنك لا تشرك. عندما تنسب فضل الله إليك، لعلمك، لفهمك، لقوة تجارتك، لمالك، للناس الذين ساعدوك، أو لربما في ناس متسلط عليك هي التي خربت عليك تجارتك، بتقول هم اللي خربوا علي، فهذا كله شرك. هذا واحد. ثم إذا أنت أخلاقك، نعم، مثلا حديث آخر، إذا بتقول سبحان الله بحمدي 100 مرة وجئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا، نعم، خطايا، خلينا نصل للخطايا، ما بينك وبين الله انك انت اخرت صلاة، ما كنتش تصوم 20 سنة، ما صليتش، ما زكيتش، ما حجيتش، هذا بينك وبين الله. هذا اذا انت تبت الى الله: لئن جئتني قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ما صلى ولا صام ولا وعمل الاشياء كثيرة. هذا الذي نتكلم عنه ما بينه وبين الله، لكن ما بينك وبين العباد: سرقت فلان، أكلت حقوق فلان، ظلمت فلان، سبيت فلان، شتمت فلان، هذا كله حقوق الناس، هذا حقوق العباد، هذا لا يسامحك الله عليه.
هذا بدك تبني لك رصيد وتتوب عن هذا الدم وتبني لك رصيد من الاستغفار، لأنه أول إشي الاستغفار أساس إنك أنت أسأت الأدب إلى الله في هذه الدنيا. فالله إن شاء الله يهيئ لك بهذا عشان الحديث المفلس يا جماعة، عشان يوم القيامة يكون عندك رصيد ترد هذه الحقوق ولا تستمر، ولا تستمر عشان ما حدا يقول لي وزانية من بني إسرائيل، هذه الزانية من بني إسرائيل التي سقط كلب في شفاة خلها الله الجنة، كان إحنا مآلنا إلى الجنة إن وليس دخولنا إلى الجنة ابتداء، نحن مش موعدين ندخل الجنة ابتداء، لكن مآلنا إلى الجنة، فقد يعذبنا الله في النار سنين ثم يخرجنا، وقد يعذبها هذه، وقد يكون هذا العمل الذي عملته بمثابة إن تابت إلى الله وأقبلت على الله وصلح دينها وبعدين أدخل الله الجنة، مفهوم؟ فأنت ما تجتزي. إحنا وين كنا؟ إحنا كنا في 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 عالم سبحان الله كله ضلال، كنا مضلين حتى مش ضلال، لكن تاب الله علينا. وكم من زاني من بني من أمة محمد قبل أن يتوب ويرجع، كان زنا وتاب، نقدر نقول إحنا وتاب وصلح دينه وصلح توحيده وأدخل الله الجنة. هذه هي نفس الشيء، زاني من بني إسرائيل وزاني من أمة محمد أدخل الله الجنة بعمل عمله. فهذا العمل الذي عمله لربما كان سبب إن الله يغلب في قلب الإيمان والعودة والرجوع إلى الله، وهكذا فهمت. الله يحييكم ويرضى عليكم، صلاة بدون أخلاق لا تنفع ولا شيء، ولا أي عبادة بدون أخلاق وفيش لها وزن عند الله، ولكن الله الذي يريده أنا الشخص، أنا الناس الذين من حولك يريد أخلاقك، بهم مني صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا زكاتك، والله كذلك يريد منك الصلاة التي مع أخلاق والصيام الذي فيه أخلاق، مش أنت صايم وتقاتل كل الناس، والحج الذي فيه أخلاق وكل الأعمال التي فيها أخلاق طيبة سامية عالية، نعم تعامل الناس بخلوق حسن، نعم، ولا الصلاة التي بين ليس فيها أخلاق راحت عليك مسكين، ضيعت الصلاة وسيضيعك الله، نعم هكذا ستقول لك الصلاة يوم القيامة، ضيعتني ضيعك الله. الصلاة مش حركات، الصلاة هذه شعيرة في عبادات شعائرية، يعني الصلاة وحركاتها والحج والطواف، وعبادات تعاملية كيف نتعامل مع بعض، نعم. فأي عبادة بدون المعاملات مرمية في وجهك، عشان هيك أحسن معاملة الناس. سورة البقرة لها دور كبير بترويضك وترويضي وترويض الناس عشان يكونوا على وتعيدنا إلى الفطرة الحسنة والفطرة السليمة، نعم سورة البقرة لها هذا الدور، إنك تفهمك وتلين قلبك وتجعلك إنسان طيب خلوق من خير أمة أخرجت للناس. تحياتي، وليس كل